نصنع عصير طبيعي بعجلات الحظ. التحدي اليوم يوسف اليوم خارج المسابقة، لكن هو اللي راح يكون الحكم، هو اللي راح يحدد منو ياخذ الجائزة. جائزة؟ اي جائزة. الجائزة راح تعرفها بنهاية الفيديو. ايفون 12 برو ما ادري شنو. لا مو ايفون 12 برو. الحكم راح يشرح لنا على الاغراض اللي موجودة على عجلة الحظ. يلا يوسف. رجلة، ماوس، خوخ، ليمون، اناناس، حليب، عنب، فراولة، مانجا، رمان، برتقال، تفاح، عسل، كيوي. اليوم القرار كله ليوسف. قرار البداية كذلك راح يكون ليوسف. يوسف من يبدي؟ اول واحد. ايه؟ ابوي. اوه. طبعا حتى اشرح لكم، اللي يطلع لهناك ياخذه من هنا ويخليه بالخلاطات. يلا، واحد. اوه ليمون. هذا الليمون. عبودي الليمون طلع له اول شيء، يلا عبودي. قطعه. هسه الدور على لارا، يلا لارا. عشان الحكم مو مركز الحكم وياهم. هلو. يلا الحكم هم له جائزة. اي لا اي اي انت الجائزة مني الى يوسف اي ممكن انت هسه عبود راح يكون حامض عندك العصير على حسب الاشياء تطلع لك. اذا طلع لك شيء حلو راح تكاس. ها انا تعطيني هدية؟ اي لك جائزة بس لازم تحكم بالعدل. اي تمام. الطيب يلا خلي لا الطيب يلا خلي لارا، خلي رمان. هسه طلع لها لارا رمان. هسه نرجع الجوله العبودي، بس قبل ما نرجع العبودي الجوله لا تنسوا ليش تكون قناه جديد. اوكي اذا وصلوا الفيديو 100,000 لايك 140 لا 100,000 لايك 100,000 لايك نسوي عجله الحظ بجزء كلش مميز مال هدايا ممكن. يلا يوسف زين هم كم كل واحد كم جوله له؟ 5 جولات. يعني هسه انت فريت وحده، يلا يعني بعد باقي لك اربعه. هسه نرجع الدور على العبودي. يلا طبعا يوسف راح يجيب كرسي ويجي. يلا واحد اثنين ثلاث. حليب. اوه حليب. يوسف يحب الحليب كلش. يوسف هسه طلع له حليب العبودي. اوكي حتى تعرف المكونات. يلا يلا عبودي خلي الحليب. هسه عبودي جولتين ونروح الجوله الثانيه لارا. يلا لارا مستعده؟ واحد اثنين ثلاث. والله سفر اكثر اصلا. والله انا هم انا حكم ترى يعني انت تحيز لحد. يلا هسه عبودي طلع له ليمون وحليب، لا طلع لها مانجا ورمان. لحد الان لا فايزه مو الموضوع. يلا لا المانجا شيء يحط كله على الطيب ما يصير تتحيز. انا وياه حكم ويا يوسف خاف يتحيز لحد. يلا ما يصير. يلا يلا عبودي واحد اثنين ثلاث. كيوي كلش هذا الكيوي. يلا عبودي خذ خليه. هسه طلع كيوي العبودي خلني اشوف بالاخير النكهه الاطيب قديم راح تصير. متاكد راح يصير؟ متاكد دارك شلون متاكد؟ راح طلعنا من الحكم يعني مو هو يعني طلعنا من الحكم يوسف بعد ما لا 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 ما يصير تتحكم. هسه عبودي ثلاث جولات انت جولتين. يلا لارا واحد اثنين ثلاثه. اناناس هذا انا ناصل على لارا. ايش قد تحط؟ ايش عليك انت محكم المفروض حكم عادل. يلا ايش قد؟ اربعه هاي خمسه. اوكي يلا تعبير من دور فلسين. اوكي هسه ثلاث جولات لارا وثلاث جولات عبودي بقت القمله الاخيره. ها؟ جولتين بقى. اي يلا اوه ليمون. يا تعبت لي عندها ليمون خطيه. ما يصير ما يصير ما يصير حكم يوسف ما يصير عيد. وطلع له مره هو يقول لك يعني طلع لي مره قبيل تقبل عيد. هسه الليمون قال والله بس زعفني شنو هسه شنو تقبله عصير بس مو طلع الليمون. حاط يلا عيد. يلا عيد الحكم موافق. يلا هي يطلع له نوتيلا. اي والله مانجا. اوه مانجا. دخل المانجا والحكم يتفرج. يتفرج الحكم. بابا ريحه العصير بطيخ. هسه الجوله الرابعه لارا. يلا واحد اثنين ثلاثه. اوه
يصير ما يصير وانا هم حكم يلا خلي لارا خلي الجولة الحاسبة والاخيره انا احسب يلا اوكي يلا احسب يلا على عبودي هي هسه يلا عبودي يلا عبودي 1 2 3 ما ضاع ايش فوني فوني انا قاعد على عبودي هو يحب التفاح يلا انا كل شيء احب الدار كله ما احبه كلهم تحبهم؟ انا لا الله طيب اوه قلت خلي القطع اوكي يلا هسه الجوله الاخيره لارا يلا احسبها يوسف احسبها كيف واحد يلا صفي امي هسه الجولات خلصت المفروض انه احنا وين نروح الوقت الخلط لكن هاي مساعده من عندي كل واحد يختار نوع واحد بدون العجله يختاره خليه يلا تعبد شنو تختار شوفوا من كلها عسل نوتيلا عنب شنو ما يصير ما يصير لا ما يصير ما يصير انا يلا يلا خلاص لغيره يوسف انه مو حكم انا الحكم ما يصير تحكم ما يصير تقول ولا رأي يلا ها ايه رمان اوكي يلا رمان شنو؟ مو حكم انت انت مو حكم انا حكم ما يصير يا الله راح يحط راح يحط يوسف بالخلاط لا يوسف فراوله يلا انت لارا شنو تختارين؟ هسه لارا انت تختارين نوع واحد اوكي؟ هذا واحد عسل؟ اوكي والله ما قلت لي راح اختارك انت يلا اختاري عسل اختارت لارا ومن عسل بابا العسل اي زين اختارت عبودي اختارت لارا عسل شنو؟ في نوتيلا هسه عبود اختار نوتيلا ولارا اختار عسل. بابا 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 نوتيلا صح اجى وقت ال هسه اجى وقت الخلاط انشغل الخلاطات نبدا بمال لارا هسه خلصنا خلص مال لارا صار عصير هسه نخلط مال عبودي يلا بسم الله الرحمن الرحيم هسه خلطنا مال عبودي وخلطنا مال لارا اجى وقت القرار للحكم لازم تحكم بعد لان انا هم مضروب هنا وراك اوكي يلا ندير من مال عبودي اول واحد هسه هذا عصير مال عبودي تقريبا الاثنين صار نفس اللون يلا يوسف اطلق هذا يلا ننتظر الرياكشن شنو؟ والله؟ والله بعد شلون طيناني اضرب خليني اجرب والله انا متاكد انا طيب خليني نجرب بسم الله الرحمن الرحيم عايزه شويه شكر خلينا نضوق مال عبودي يا رب عبودي عبودي بسم الله الرحمن الرحيم صراحة يعني هو طيب والله بابا هو طيب شو اتفقت انتو؟ انا مكنش مرة شوفوا شوفوا حتى ابا حتى اكون منصف ايه بابا طيب ايه صح عبودي ايه مو انتي شوفوا انتي شنو اللي خليتيه؟ انت كل تقريبا انت خليتي رمان واناناس ومانجا وكيوي وعسل عسل هو العسل ممكن اللي يخرب جسمك لو خلي موز لو خلي موز بس بابا انت تقول لارا ويوسف يقول هسه شلون انا اقول لارا انا ما اقول لارا خلي شوف من يحدد الفائز يوسف يحدد الفائز نحسب للثلاثة يوسف يتحدد الفائز اوكي 1 2 3 عبودي بس العصير مال لارا هم طيب يوسف يا هلا طيب هذا انت هو من ذيك هسه اذا يشاورك يقول لك خلي ما ادري شنو خلي ما ادري شنو لا قال لي خلي شو اسمه ما ادري شيء احبه نوتيلا يعني هسه شنو احنا الاتفاقية يعني شوف يوسف هذا انا اصلا انا ما حكوي لا شوفوا شوفوا حتى اكون منصف القرار النهائي هسه اوكي يوسف خلوه خارج قوس لا هاي لارا تقول ما شاورها ما قال لها شيء حتى اذا ما قال لك شيء شوفوا هي الجائزه ايش قد كانت؟ كانت 10,000 دينار اوكي تنحط بالحصاله
فهسه بما انه انا اشوف مال لارا اطيب ويوسف يشوف مالتك اطيب راح نقسم الجائزه بالنص، الك 5000 والها 5000. اوكي. ويوسف كل شيء ما الا لانه ما حكم صحيح. ليش؟ اوكي يوسف انت هم الك 5000، متفقين؟ 5000 ها؟ لا كل واحد الك 5000 الحصاله ما تتخلى، لين وصلنا نهايه الفيديو. لا 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 لا